حييكم مشاهدينا دائما عبر الحل عنا ام تي في. قرب موعد الويك اند وبالتالي الطقس رح يكون اليوم مثل ما شايفين عاصف، ولكن بتمنى السلامه للجميع. بعرف انه اليوم ما في مدارس، ولكن هالمدارس متوقفه مش حتى ناخذ اولادنا على المولات وعلى السوبر ماركت وعلى الاماكن المكتظه، بقدر ما هو يكونوا بالبيوت بيكون افضل حتى نمرق هالمرحله هيدي بالسلام. معلومه معلومتنا لليوم، صدر تعميم عن وزير السياحة دكتور رمزي المشرفية بخصوص تقديم الأراجيل. بيقول فيه: نظرا للظروف الصحية اللي عم بتمر فيها البلاد ولا سيما ما نتج عن تفشي فيروس الكورونا وحفاظا على السلامة العامة ومن ضمن الإجراءات الرقابية والوقائية، يطلب إلى جميع المؤسسات السياحية التي تقدم الأراجيل اعتماد الخراطيم المختومة التي تستعمل لمرة واحدة فقط وتنظيف الأراجيل بعد كل استعمال، ويطلب إلى أجهزة الرقابة في وزارة السياحة اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ مضمون هذا التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمونه. طبعا تعميم ساري المفعول، وبتمنى على كل المؤسسات تتأيد فيه، وبالتالي حتى لكل يلي بحبوا يشربوا الأرجيلة كمان إنه هن يطالبوا بخرطوم يكون مختوم ويستعمل مرة واحدة، ويتأكدوا إنه إذا الأرجيلة منظفة ولا لا. هذه شغلة كتير كتير أساسية. متابعة بمتابعتنا لليوم، بدي أقول صدر بالجريدة الرسمية الملحق رقم 10 اللي صدر بخمسة أدار 2020 بموضوع تخفيض الغرامات المتوجبة إن كان على رسوم الميكانيك، فهي طبعا تخفض الغرامات المتوجبة على رسوم البلدية وغرامات التحقق، وبالتالي تخفض الغرامات المتوجبة على رسوم البلدية المتوجبة وتخفيض الغرامات وزيادة التأكيد على اشتراكات الصندوق الضمان الاجتماعي، كلها صدرت وبدءا من 5/3 صدر إذن، ولكن بدءا من 9 أدار نهار الاثنين ببلش تطبيقها، إن كان كرسوم بلدية تخفيضها بنسبة 85% لمدة 6 أشهر، وإن كان أيضا بموضوع الميكانيك. في كتار كانوا عم يسألونا عنها، فصدرت بجريدة رسمية وبدءا من نهار الاثنين بيقدروا يستفيدوا من هالتخفيض 85%. كمان بمتابعتنا هلأ نحن وردنا من رئيس اتحاد بلدية القيطع، بيقول فيه انه بحذر المواطنين انه ما يتعرضوا للطيور المهاجره، خصوصا يلي بتمر يعني لانه موسم هلا عبور الطيور المهاجره، وكونه هو رئيس اتحاد بلديه وسط وساحل قيطع احمد المير، فنبه انه هالطيور رح تقطع فوق محافظه عكار، نبه المواطنين انه ما يصطادوها حرصا على السلامة الصحية، كون فيروس كورونا ينقل عبر الطيور. حبيت اتاكد اذا ينقل عبر الطيور او لا مع الناشط البيئي روجي سعد، يعطيك العافية. فيكي. هلا نحن بالايام العادية دائما بنقول هالطيور المهاجرة لازم نحترم مرورها فوق لبنان وما نصطادها، ولكن هالمرة مع وجود فيروس كورونا هل هالشيء بيسدع تخوف اكثر؟ أنا بقدر خوف رئيس اتحاد بلديات على الطيور المهاجرة يلي هلا موسمها اللي بتمرق بهالوقت دائما بالربيع، نعم، راجعة بلادها كرمال تفرق. نعم. وفكرته حلوة، يعني إنه يمنع الناس ما تقوصهم، بس علميا ما له أي علاقة أبدا، الطير ما بينقل ولا هو بينصاب، يعني لا بينصاب الطير ولا بينقل، ومنظمة الصحة العالمية حددت وقالت ما بين ولا علاقة للطيور ولا للحيوانات الأليفة أنه تنقل الكورونا أبداً أبداً أبداً.
يعني هيك حتى نطمن كمان اللبنانيين. ولكن نحن بالعادة ووفقا للقانون الصيد في لبنان أو القانون البيئة كمان، أنه يمنع اصطياد الطيور المهاجرة يلي بتقطع فوق بلادنا، ما هيك؟ أكيد أكيد ممنوع، وخاصة قانون الصيد البري 580 بيمنع منعا باتا صيدهم، وخاصة على موسم الربيع توقف نهائيا موسم الصيد، ما بقى في صيد لا الموسم الجاي، يعني من 15 شباط ما بقى في صيد، ممنوع الصيد منعا باتا ان كان طيور مهاجره او طيور مقيمه، لانه هلا موسم تفريق وموسم الربيع بحدد. يعني هلا مشكور هو رئيس الاتحاد، وعلى كل البلديات تراقب هذا الموضوع، يعني على كل لبنان، لانه مثل ما قلت طيور مهاجره بتقطع فوق بلادنا بننبسط فيها، هرفوف هيك اللي بتبقى قاطعه وشفناها بالصور اصلا، فنتركها تمر بسلام. هي حلوة وهي مفيدة للطبيعة، وهي بتنظف الطبيعة، يعني في أحلى منها، مش بس إنه شوفها بالجو عنا، في أحلى منه. مزبوط، منها مجال البلد عنا. صحيح. شكرا لك روجي سعد الناشط البيئي، حبيت بس دوي على هالنقطة لطمن إنه فيروس الكورونا لا ينتشر بواسطة الطيور، ولكن احتراما لقانون الصيد، احتراما لهذه الطيور اللي بالربيع بتمر فوق بلادنا اسمها طيور مهاجرة، إن نتمتع فيها ولكن ما نصطادها. منتابع اليوم مع الحل عنا على ام تي في، اتصالاتكم على 04-444-444، وباخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو، الصوت شوي. ايه تفضلي مدام. بونجور، تفضلي. بونجور مدام ريبكا، كيفك؟ الحمد لله، تفضلي. نشكر الله، تفضلي. مدام ريبيكا، أنا حاولت كذا مرة أحكيك وصل لك مساج. أنا منطقة الأشرفية. نعم. في عنا شارع هون من شارع المتران غفرائيل. نعم. من أول الشتاء هذا الشارع مطفي نهائيا، ما في ضوء، البلدية كلها محروقين اللمبات تبعولا. عم بحاولوا يسرقوا العالم. ومن يومين جارتي نزل من السيارة، واحد ناطر على الموبيلات، لو ما صرخت لجوزة، وجوزة مش على البلكون أكيد، هرب. يعني هو بخوف صراحة. مزبوط، لأنه إنارة الشوارع هي يعني إنارة بالليل ضرورية، وكمان أمنيا صارت مطلوبة أكثر. معك حق. هلأ ما بعرف إذا صيانة اللمبات رجعت، لأنه كان بوقت من الأوقات كنت عم بتابع الموضوع مع مصلحة الإنارة ببيروت، كان بدهم يجددوا العقود. هلا رح أرجع أتواصل معه، لأنه في كم شارع بحاجة لوضع إنارة، ومثل ما قلتي يعني اليوم الإنارة ضرورية ليلا وخصوصا أمنيا. سجلت عندي، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو يا ألو، أهلا مسيو، تفضل. يعطيك العافية مدام ريبيكا، أهلا، تفضل. معنا على المباشر هلا؟ نعم تفضل. طيب اوكي، شو طيب عندك؟ بس في موضوع نحن يعني بتعرفي موضوع مجلس خبري المدنيه، ايه هذا الملف بتعرفي هلا صار في حكومه جديده. نعم. وعم ينحكى انه ما بعرف انه هذا الموضوع ما بعرف انه لهلا ما صار شيء، يعني ونحن يعني بعدنا واقفين، ناس توظفت عشوائيا هون وهون، يعني توظفوا ناس بدون امتحانات، وناس مثلا عاملين امتحانات وتعبوا ولهلا ما توظفوا. بدي اسال، في هذا عندنا مرسوم اسمه المحاسب بلاد المحاسبين بادارات العامه، نحن عم نطالب الحكومه هذا المرسوم يتحرك، يعني هذا اول مرسوم توقف، يعني عيب ينحكى الواحد انه بالطائفيه انه هذا المرسوم تعمل طائفيه، عيب هذا الشيء يصير، نحن ما بنقبل هذا الشيء، يعني الواحد بينجح بكفاءته بهالبلد لحتى يجي يتوظف، مش الطائفيه بتفرق الواحد بدمر له مستقبله بهالبلد، نحن يا اما الواحد بيكون عايش بكرامه بهالبلد يتوظف بكرامه، يا اما بلها، يعني بدنا نعرف نحن بنطالب بهالحكومه هذا الموضوع انه يبطوا فيه، يعني عيب يضل هلا هالملف انه واقف لهلا، يعني شباب وصبايا بعمر الورد لهلا ما توظفوا ناجحين كفاءتهم ولهلا ما توظفوا، هذا يعني مش عيب بحق العالم كله، هذا بدنا نعرف انه هذا مين عم يتطلع فيهم هدول مستقبل دمر. انا بدي ناشد كل المعنيين، انا بس بدي هالرساله توصل لكل المعنيين، لاكبر مسؤول بهالبلد لاصغر مسؤول بهالبلد، بدنا توصل هالرساله وهالملف، اذا نحن
الناجحين كل الناجحين بده يلوحوا بالتصعيد راح يعلو لنا النفير العام في النفير العام اذا لا هذا يعني هذا شو بده يعملوا مستقبل حيتم شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل استاذ معك حق يعني الدوله لازم تحترم هي طلبت وهي عملت بالخدمة المدنية امتحان مثل ما بينعمل حتى تأهل الكل اللي عندهم طبعا القدرة انه يكونوا محاسبين في الدولة اجا بناء لطلب الدولة اللبنانية ولو ما كانت بحاجة لهم ما كانت عملت هذا الامتحان في مجلس الخدمة لحاجتهم وإلا ما كانت فتحت الباب من هيك علي أن تحترم أولا هذا القرار اثنين هلأ مثل ما عم بتقول هلأ إذا بدهم يعملوها ستة وستة مكرر وهون أكتر وهون أقل ما بيقدر يمشي البلد اليوم نحن كلكم لبنانيين وكلكم بتستحقوا ونحن بدنا الرجل المناسب في المكان المناسب لازم نطلع بقى من هذه القضية اللي مرات بيقولوا لنا إيه لأنه عفوا يعني المسيحية أقل أو أكتر أو ما بدنا نساء بدنا ذكور أكتر عيب نحكي بهذا الموضوع بالظروف اللي عم نعيشها هلأ أكيد توظيف بالدولة ما في أنت بتعرف ولكن أنتوا لأنه في حاجة لإلكم وعملوا هالدورة ونجحتوا مفروض أنه يا يلغوا ويقولوا لكم وكي لازم يقولوا لكم قبل مش هلأ يا أنه نبلشوا يدخلوكم على الوظيفة بتمنى يوصل صوتك للحكومة الجديدة باخد اتصال تاني ألو تفضلي مدام ايه ايه تفضلي بونجور مدام كيفك مدام ربيكا الحمد لله تفضلي انا عم بحكيكي من النعمة ايه اهلين نحن من النعمة وعدونا انه الكهرباء عنا ما بقى تنقطع لانه عاكينا من سكرين نعم عم تنقطع هلا؟ فشهر سباك ما انقطعت الكهرباء، هلا بلشت بهيدا الشهر تنقطع. كيف عم تجي يعني؟ قديش عم تنقطع؟ يعني صارت عم تنقطع منيح بالاول ابدا ما عم يقطعوها، يعني نحن بنحس انه عندنا الموتورات هن عم يشتغلوا فيها للكهرباء تنقطع. خليني اتاكد من هيدا الموضوع لانه كلنا بنعرف من بعد ما اقفال مطمر الناعمه كان من ضمن استفادة أبناء المنطقة أو تعويض إذا بدنا على هذا الموضوع يكون عندهم كهرباء 24 على 24 بشكل كمان شبه مجاني إذا مش مجاني نحن رح نتابعها ومنشوف لا في تأنين فاصل ومنتابع منتابع الحل عنا بياخد كمان اتصال الو الو اهلا تفضلي بونجور مدام ربيكا بونجور تفضلي مدام تفضلي الو عم بسمعك تفضلي مدام ربيكا انا ببيروت نعم منطقة الغبيري بونجور نعم شو في بالغبيري قطعوا لي المي نحن مش دافعين 2019 اوكي امبارح 2020 كمان لازم استحق كمان انه جوزي قاعد بلا شغل يعني مش قادره ادفع ورحت حكيتهم مش قبلانين يعني الا لندفع عن السنه هيدي والسنه الجاي لخبرك شغله امبارح كمان حدا حكاني وانا قلت موضوع السنه 2020 قصتوها اربع اقساط ونحن عم نقول لهم بالمياه نحن اكيد المؤسسات اذا ما ندفع كيف بدها تمشي ولكن اذا في ظروف قاهره عند البعض اقلهم ما يقطعوا لهم المي يعني ان شاء الله ما يكونوا شالوا العيار يعني بدي احكي مع المدير العام لشوف هل اجراء بهذه الظروف اذا ممكن تخفيفه او اعطاء فرصه للناس اللي تقدر تقسط لانه لو كان وضع الناس منيح ما كانوا قسطوا تعرفه 2020 خليني تنين ان شاء الله هيك بقدر تابع الموضوع معهم لشوف بلكي منلاقي حل حاليا لهالناس يلي تركوا يعني صار عندنا كثير ناس صارت عاطله عن العمل في ناس خسرت عملها في ناس عم تقبض ربع معاش في ناس ما عم تقبض خلينا نشوف شو بنقدر نعمل مع المؤسسه وبعطيكم جواب كمان اتصال لانه المي هي حياه ما فينا نقطع المي عن الناس باخذ اتصال انا عم بحكي معك ايه عن شو تفضل هلا صرت ألو. معك صرت معك مسيو تفضل لا طيب انا من شركة كهرباء بيت الدين ايه شو بها شو بها شركة الكهرباء بيت الدين عندي انا دافع من شي سنة وشهر من سنة وشهر
كيف إيه؟ عطيت منين نيرة لي وصلوني كهرباء يركبوا لي 4 ومين وكل يوم بيقولوا لي بكرة بكرة وعمل أكبر غيري ولي أنا مش عمل قديش رقم الملف تبعك؟ وتشك أنزل عند وزير ولا شو بعمل؟ لحظة قديش رقم الملف تبعك؟ عندك رقم المعاملة تبعك؟ إيه؟ رقم المعاملة المعاملة تبعي هلا في جيب لك إياها بجيب لك إياها بعدين بحكيك إياها إيه أو نحن إذا عنا رقمك مسيو حضر أنا دفعت بالشركة أوكي عرفت من 1 ل 2019 استاذ على اساس وصلوا لي الكهرباء بنفس الشهر اوكي خليك معي شغله ما وصلوا لي اياها ودافع 380 ليره نعم معك حق هلا انا عنا رقمك حضر لي رقم المعامله تبعك وتاريخها حتى بس خلص البروجرام نتصل بحضرتك ناخذ الرقم ونشوف ليش ما عم بيركبوا لك اوكي اهلا وسهلا فيك يعني مثل كأنه الكهرباء بتقبض مصاري بس ما ياخذ الخدمه المواطن لا بدنا الخدمه كمان باخذ اتصال ثالث ارو ألو يعني مش مواطن يدفع وبعدين ما يعني إذا من واحد يعني السنة رح يصيروا سنة وكم شهر مفروض يتركب يعني العواميد ينوضعوا ما بعتقد ما عندهم عواميد بالكهرباء عندهم عواميد وإذا دافع الزلمة رسومه فليه التأخير وليش ناس بسمنة وناس بزيت انه ياما بس حطينا المصريات بالشركه ما منعت الخدمه للناس وبعدين بنقول للعالم ليه عم بتعلقوا ما العالم عم تركض لتشرع على القليل يلبوها باخد اتصال كمان الو مرحبا مدام روبيكا مرحبا تفضلي كيفك مدام انا منيحه تفضلي مدام بدي احكي معك انا مو من اللي حكيت معك بخصوص وضع بنتي وابني يا مدام انا برمت على الجمعيات وما في محل الا ما برمته ما حدا عم بيساعدني بولادي وانا جوزي مريض ووضع كتير تعيس ما عارف وين بدي اروح بولادي ابني تعبان لازم ياخذ الدواء بنتي لازم تتعالج انا ولادي عم بيموتوا قدام عيوني وما قادر اعمل لهم شيء انا بطلب منك يا مدام روبيكا تساعديني ما لي غيرك يساعدنا ما في باب الا ما دقيته ما حدا عم بيساعدني يا ست مؤمنة يعني أنا بالعكس كل ما عم تتصلي عم يطلع صوتك على الهواء وعم نعمل أبال للناس إذا حدا بيقدر يساعدك ولو ساعدوك مرة أنا بهمني نأمن لك استمرارية الدواء لابنك وما بعرف ليه وزارة الصحة ما توجهتي لعندها لنشوف إذا عندها هالأدوية بلكي بتأمن يعني إذا عنده بطاقة معوق ولا ما عنده لأنه ضروري يكون صراحة أنا لوحدي ما بقدر أعمل شيء أكتر ما أني وصل صوتك عم تفهمي علي؟ وأنا بتأسف إنه ببلدنا قديش في عالم مثلك أنت لا قادرين يأمنوا الدواء ولا لقمة الخبز ومتركين ومهملين هيدا الشيء كتير مؤسف يا مؤمنة معك حق يعني أنا أكتر شيء بقدر أعمله إني عم سمع صوتك على الهواء وإذا بقدر أعمل أكتر ما بقصر ولكن مهم اليوم نأمن استمرارية لمساعدتك إن كان بالدواء بالطبابة وبلقمة العيش مومني قبل ما أخد اتصال تاني رجع عطينا رقمك إذا حدا حاب يتصل فيك ويساعدك بعدك معي؟ يمكن ما عادت معي هلأ إذا كارلا إذا عنا رقم بلكي منحطه على الهواء عملي معروف بأخد اتصال بهالوقت ألو تفضلي مدام تفضلي ألو أهلا تفضلي بدي أسأل سؤال على إيه تفضلي شو السؤال قليلي نعم قولي لي شو السؤال انت على الهواء بدي اسالها بالنسبه للمعاينه الميكانيكيه ابتداء من 9 الشهر 85% تخفيض على الغرامه في قانون جديد بس قصدي لا للمعاينه انه بده يروح الواحد يعمل معاينه بوضع في كورونا والسياره بدها تتنقل من ايد لايد للصراحة أنت وغيرك طالبوا حاليا إيقاف هذا الموضوع هلأ ما صدر شيء عن هيئة إدارة السير أو عن وزارة الداخلية بهالموضوع هيدا إذا صدر شيء أكيد نحن دغري منعلم عنه في كتار عم بيطالبوا بهالشيء عم بيطالبيه مدام كمان اتصال هلو أهلا تفضلي مدام زغبي معك مدام ريبيكا إيه أهلا مدام مدام بس بدي اقول لك شغله نحن بنشتغل جيد على التلج لفوق على كسروان نعم وعم نجيب سواح بس عم بيشوفوا بلديه فيترون الزباله المستوته على الطريق فيها يمين وشمال صدقيني عم بغيروا رايهم بلديه فيترون نعم في عندك عشقوت
غصتة بزمار بلموا السيجارة بلموها كل يوم، عندهم عمال يوميين. نعم. بتمنى إذا بتقدر تشوفي بس تبلش فيترون لا تنتهي على الأوتوستراد، يعني مكب زبالة، وتواصلنا مع رئيس البلدية ما تجاوب. أوكي، نحن رح نتواصل معه، لأنه أولا مش كرمال بس السائح، أول شيء كرمال سلامتنا نحن كلبنانيين وحضارتنا، يعني هيدا وجه حضارة النظافة، وجه يعني معيب نحكي فيه. بتفاجأ إنه فيترون بلدة سياحية، بلدة مصيف كتير حلو، الناس بتقصدوا بكسروان، ومثل ما قلت يعني نحن كمان مفروض إنه اليوم ما يكون فيها تلال زبالة. هلأ أنا بدي أطلب من الناس كمان يلي هي على الطرقات بتكب يمين وشمال، تعرف إنه هيدي بتتجمع كمان على الطرقات وبتجوية، لو ما كانت من المنطقة بس هي معنية، هيدا لبنان، نحن بنحافظ على النظافة بكل لبنان. أنا بشكرك كجيد كمان إنك عم تعطينا كدليل ساعة تعطينا هالمعلومة حتى نتواصل مع بلدية فيترون، وبلكي إن شاء الله هلأ بقدر اليوم جمعة إن شاء الله بعد بلاقي حدا منهم، بلكي على الويكاند بيكونوا نظفوا أقله. شكرا لك. كمان اتصال. ألو ألو، أهلا. بونجور. بونجور مدام. من فضلك أنا عندي مشكلة بالكهرباء. نعم. هذيك المرة من جمعتين إجا كشف لعنا على البناية. نعم. وطلعوا إنه في عندي جيران مخالفين. نعم. قام أخذون لإجوا كشف وعطوهم مصاري وراحوا ما عملوا شيء. بينما أنا بدفع أكتر شيء بالبناية وهني ما بيدفعوا إلا 20,000. أنا بتطلع فاتورتي 120,000 وهني فاتورتهم 20,000. أنا سبق مرة اشتكيت على كل البناية لأنه كانوا عم يسرقوا من عندي من الساعة، قام إجا عملوا لي زبط لإلي. أنا اللي أكلت زبط. نعم. ما بفهم بعدنا بدولة المحاصصة. وين بأي منطقة؟ اللي عنده واسطة ولا هيدا؟ بأي منطقة؟ هلا صراحة أنا ما بقدر أقول لك، أنا قلت للمدموزيل اللي حكيتني قبل، ما بقدر أقول لك مثل ما يحطوا علي، أنا عندي أولاد شباب وهن مأذيين. ما بقدر انا افوت بالمشكل معهم. بدي اقول لك شغله مدام، انا بشكرك عم تحكي معك حق، انه كل انسان بده يكون يعني ما يدفع عن غيره، وبعدين مثل ما قلتي الواسطه ممنوعه بهيدي الشغله، مش مفروض تصير. واذا صار في مقدمي الخدمات كشركات خاصه هي عم بتقوم تتولى هالجبايه هيدي، اقل يكون في رقابه عليها اكثر. عم تفهم علي؟ هلا انا رح اعرف باي منطقه بعدين وبشوف اي مقدم خدمات ورح نتواصل معهم. اهلا وسهلا فيك، صوره اليوم نشوفها سوا. هيدي هالصوره لفتتني كثير، كيلو اللوبي ب 13,000 وقالب الاشقوان ب 19,000، ما في لزوم للهلع. يمكن مش موسم اللوبي بفهم، ويمكن مش ضروري ناكل جبنه اشقوان، بس نحن كمان اليوم لقمة الخبز مغمسة بعرق بدم، وأقله ما نحرمها للناس، مفروض يكون في رقابة أكثر، رحمة أكثر، تضامن أكثر. وحباري حكيت غير بالخضرة والأشياء، بارح حكيت بالمطهرات والمعقمات، إنه معقول يا جماعة كلنا معنيين والدولة عم تاخد إجراءات، ليس فقط في لبنان، العالم كله مجند لهذا الموضوع. نجي نحن منستغل هذا الظرف ومنغلي مرتين وثلاثة وأربعة أسعار السبيرتو وأسعار هيدا، هذا الشيء مش طبيعي. بتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة ودافية، على أمل نلتقى نهار التنين. إلى اللقاء.